كل ما اقلب حجر في القضية دي يطلع من تحتي توبة وخيوط كتير اتربطت ببعض. بالحلقة القادمة هكون فاكر ان توبة هيعديها لك وهيسقطك من حساباته. مواجهة قوية بين ابراهيم وتوبة. انا ما بدي شيء منك. اللي يا توبة نفسك في ايه قبل ما تموت؟ توبة غدا العاشرة بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا وعلى شاهد VIP الآن.